ازيك شكلك على جدعان؟ سيبك النهارده نخش فورتنايت، وطبعا عشان هنخش على الحدث الجديد. يلا يلا شباب اهو، بس نحدد عند المكان ده هو فين بالظبط، بس المهم انه قريب من المنطقة دي. هننزلها بسرعة. يلا شباب بس كده. هنا المكان بتاع الحدث. شباب في ناس كتير نزلنا عشان الحدث. هم كانوا اهو المكان ده. ده المفروض مكان الحدث. يلا يا شباب نكمل. في واحد عندي بحب اعني نكرة سندمج. طب الحدث، طيب انا هبتدي فيه. طيب تعالى يا احمد تعالى بسرعة، متدمج الوقت اللي عندي. خلاص انا مت. بس عادي. الحقني بقى بسرعة في العربية. اخلطه بالخط. اقتله، خد موارد وابني قومني. انا متعود على الرنك انهم يقعدوا يبنوا كده، بس يلا عادي. ابني سلم وراك. سلم اقولك. ابني خلاص وقومني بسرعة. ماشي، وحط عليه فصوص لان انا معيش فصوص خالص. اوكي، المهم مع هيبقى معايا بيستول. نروح نحاول نلحق الحدث. اعمل ايه؟ اهي في ناس راحوا لها، راحوا للحدث. اصبر. في واد عندي يا احمد، قتلته. دمجك، بس عايزين نلحق الايفنت. احنا في ناس عند الحدث، ما تخافش. نتايم حلو استخدمها بسرعة. نتايم معهم بس خلاص. هما فين؟ أيوة ثانية أقتله بس، ما عشان أخد موارد. دول بالتالي بس أنا كنت هموت. هو ليه الحدث مش موجود يعني؟ والله لا انا هم لا، بس انا نفسي متدمج. اوكي انا عارف. يا جدعان انا مالي، واحد وقعته. انا هيلي
تلاتة. انا ما يسمعك، انا مت اصلا. ابني انزل لك. مات. فين بقى الحدث؟ المفروض خلاص اهو، اللي هو بدأ اصلا من زمان. اوكي في واحد، ما احنا بس هنفايتهم برضه. ده بوت، حتى بوت. طب ثانية، فين بقى الحدث طيب؟ طب فين الحدث؟ انا مش عارف بندج ولا الجيم. طيب يعني بعد الفايت والعركة الصعبة دي احنا قاتلين 11. يعني كان المفروض اسجله من زمان يعني. شكلي المفروض كان اشتري سيرفر خاص. اي انا عارف ماما. انا انتحرت اصلا عشان زهقان. الحدث مش موجود اصلا خلاص، تقريبا خلص هو. معرفش، يمكن ده اخر جيم قبل السيزون الجديد. لا نفوزه. انا اتحرك تاني. لا كنت عامل ايه غلط. طب ابني واحد هيلطك من تحت على فكرة. خلاص نفوز الجيم. عايزه والله حرام، شكلي عشان احضر سيزون جديد. مبسوط والله من دلوقتي. خلاص يلا نحاول نفوز الجيم ونقفل الفيديو. ماشي نروح ننتحر احسن. خلاص ولا في جيم ولا رايح. تعال في جرابلر عندي يا ابني. تعال بس، تعال بص على وين. تعال بص، هروح اقتلهم بسرعة لان انا هيلي قليل. احاول اموتهم يعني. سلاح سنايبر. سلاح. الله حرام، يعني احنا كنا عمالين نفايت الناس دي عشان الاخر. يبقى اخر جيمة بالحدث. تعال اركب بسرعة العربية ونمشي. معايا ميدالية، امسك هاي بيها.
واركب العربية. لا الحمد لله. واحد مات. ثانية زي ما كانت فيه. انا عايز اعرف ايه الحوالين اللي فينا ده. واحد اي حتة. عند ضرب الناس النار عند الناس الثانية دي. فيود فيود محترف على فكرة مع المونتي بيك اكس لوك. تعالى يا بابا انا حاجة. تعالى يا بابا ما تهربش انا حبيبك. موته ولا انت محتاج مساعدة؟ يلا فين حد تعالي. اوكي ابني معاه ابني. طبعا عشان اوصل حدنا. فطبعا يا شباب لو حد فيكم شاف الحدث اكتبوا في التعليقات عشان انا معرفش ليه ما ظهرش وكان لازم اشتري سيرفر واتفرج على الحدث ولا انا اللي اتاخرت. فاوصل حدنا فجاه والله كنت اشوفكم انا لسه جدات معانا. تنشروا الفيديو ده مع اصحابكم. يلا سلام.